موصول لضيفيك العزيزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا بكم، اهلا وسهلا الى المسطايا، مواجهه حياه او موت للريال ولزيدان اليوم في المسطايا في ظل الظروف الصعبه التي يمر بها الفريق، خاصه بعد خروجه من كاس الملك على يد ليغانيس في الدور الربع النهائي. تنقل صعب لم ياتي في وقته على ارضيه ميدان منافس كان مرتين عبر التاريخ سببا في اقاله مدربين سابقين للريال وهما أنشيلوتي ورافائيل بينيتيز اللذان أقيل إثر تعثرهما هنا في المسطايا، مما يدل عند الكرة يحاول يمر جاريث بيل والتوزيع أولالا توزيع رائع من جاريث بيل والدفاع يصد، ما زالت الخطورة لصالح الريال ولن تلقى في الهجمة المعاكسة على الجهة اليمنى. الكرة خطيرة رودريجو، الكرة سهلة يا فاران كبير في دفاع الريال من اللاعبين تاع فالنسيا. با 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 جول، خطا فادح بين الحارس ومدافع وغاريث بيل يفوت على الريال فرصة فتح مجال التسجيل وتسجيل جول. ضيعتها الكرة خطيرة لفالنسيا. في صاروخ اول كره صعبه لفالنسيا بيسراها، الكره كانت ضايعه من لوكا مودريتش. كوندوبيا مارسيلو، كره خطيره للريال. مارسيلو وين يا مارسيلو وين؟ بعيد الكره هذه تماما، راحت ضربه مرمى لصالح الحارس البرازيلي نيتو من البرازيلي مارسيلو في الجهه اليمنى. يوصل عليه كارفاخال، كره في العمق لبنزيما. قد يحدث خطا اخر في دفاع فالنسيا يستثمر فيه كريم بنزيما. مارسيلو مارسيلو يدخل مارسيلو، بنزيما وسط الكره، كريم رونالدو با 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 ضربه جزاء. مارسيلو بنزيما رونالدو وضربه جزاء عند الربع ساعه الاول من عمر المباراه. يا رونالدو فعل كريستيانو رونالدو، سجل هدفه السابع هذا الموسم من ضربة جزاء عند الدقيقة 16 من عمر المباراة. هدف يشعل اللقاء وهدف يطمئن الريال وهدف يعيد الثقة إلى توزيع القائمة الثاني. رونالدو أولالا عرضية خطيرة رودريجو أولالا ومازال رودريجو وباريخو ولوكا مودريتش يصد بنزيما استلمها يحاول يمر والحكم يقول خطا لبنزيما وللريال. وكوندوبيا المراوغه، كوندوبيا مازال يفنن رائع كوندوبيا في المراوغه ثم التسديد. وكايلور نافاس ورونالدو بنزيما انطلاقه سريعه على بيل وبنزيما رونالدو رونالدو وقري بصدره يخرجها ركنيه. يا 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 هذه الركنيه للريال توني كروس الراس، الحكم يقول خطا لدفاع فالنسيا ارتكبه رافائيل فاران. يعني اذا حسبنا كل الاهداف اللي سجلها مع المان والريال وكذلك منتخب المالي 89 مع الريال في كافه المسابقات. كره لرونالدو، يا رونالدو ماذا ضيعت؟ يا رونالدو ماذا ضيعت؟ الكرة تمشي وصلت مباشرة للاتوري، لاتوري استلمها والتوزيعة بعيدة يا لاتوري بعيدة بعيدة تماما، راحت فوق المرمى، ضربة مرمى لصالح الحارس كايلور نافاس أمام بيمينا ورودريجو وكذلك قديش. أولالا الكرة المباغتة في القائمة الثاني ويضيع مرة ثانية جوفري كوندوبيا كرة جول. البرتغالي قديش التوزيع من مونتويا في القائمة الثانية والحكم هنا يصفر خطأ لصالح كاس لصالح تلقى اللاعب سونتيمينا سونتيمينا وكايلور نافاس. توزيعة كانت ذكية من سونتيمينا ونافاس بعيدة تماما من هنالك لكارفاخال. الحكم ماذا قال؟ ضربة مرمى أم ضربة جزاء؟ ماذا هنالك؟ عندما شفنا لا ضربة جزاء قال الحكم اللي 30 جول
يفعلها كريستيانو بثنائية من ضرب الجزاء، جول ثاني للرال عند الدقيقة 38 من عمر المباراة. رونالدو في هذه الكرة، أعطيتكم ضربتي جزاء كازيميرو كيداش مونتويا. كم يقول لا، ليس هناك ضربة جزاء. ومرسي خطير يصل عناصر فالنسيا والتوغل دائما مازال كرة خطيرة. التسديدة كاد يأتي الهدف الأول لصالة عناصر فالنسيا، كاد يأتي الهدف الأول لصالة مازال يجد منه لقاء رونالدو. سيكون من الصعب جدا يا رونالدو، الأمر تاريخي. بنزيما 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 يسر على التسجيل، يسجل الهدف في الشباك الصغيرة من هنالك. يلحق عليها مونتويا، يوزع الكرة في القائمة الثانية. الجهة اليمنى مونتويا استلم كرة يلعبها في العمق، كرة خطيرة سنتيمينا، والكرة في الركنية يقول حكم اللقاء لفالنسيا. لعبة بناروع ما يكون سريعة جدا لسنتيمينا والسوا ينفذ الركنية. جول سنتيمينا يعيد فالنسيا للمباراة، يسجل هدف الثامن. جول لفالنسيا عند الدقيقة 13 من عمر الشوط الثاني، فعلها سنتيمينا وفعلها فالنسيا. خطأ فادح في دفاع الريال، عناصر فالنسيا تنفذ، الريال تنفذ الركنية. متى تسجل يا جاريت بيل؟ سولير دخل، سولير عنده الكرة، سولير يتوغل يلعبها بينية، باريخو باريخو كايلور نافاس. الشاشة التي يبدو عليها دفاع فريق الريال. مينا الحكم المساعد رفع الراية واعلن الوضع التسلل من رودري. الكرة خطيرة من هنالك، توزيع أرضية فران، التسديدة مرة ثانية الحقها ودخل وراح. جاريت بيل 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 كاد يسجل ثلاثية رونالدو وجاريت بيل. القطار توغل، القطار مرة، وكذلك ناتشو وبنزيما يرجعها. القائمة الثانية بنزيما يراوغ ويمر وبنزيما يدخل، كرة خطيرة بنزيما ركنية. يقول حكم المباراة ضربة مرمى في نهاية المطاف. زازا صاحب 10 أهداف هذا الموسم مع فريقه فالنسيا، وفريقه يلعب في العمق، كرة لزازا. قد كلام بنزيما أم لا؟ كاد رونالدو يجيب بنزيما على السريع ويسجل هدف ثالث. يدخل مازال يتوغل، مارسيلو اسينسيو، مارسيلو اللعبة رائعة. جول با 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 ثنائية من أروع ما يكون. مارسيلو اسينسيو اسينسيو مارسيلو مارسيلو اسينسيو اسينسيو مارسيلو مارسيلو جول. لو يرجع لي لوكا توني كروس، رجعت له با 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 جول. الألماني الفنان المبدع يسجل جول، توني كروس حطه في الزاوية اليسرى مسجلا ثالث أهدافه للريال. 4-1 صارت النتيجة.